وفر الامكانيات وكمان كرم الشباب. لما بنستخدم محطات المترو ووسائل المترو المختلفه في كل دول العالم بنلاقي انه كل محطه بيكون ليها طابع متخصص. يعني مثلا محطه اللوفر في فرنسا بتلاقي انه في الاثار، يعني طبعا كلها ريبليكا، كلها حاجات مش اصلي موجوده في محطات المترو، ولكن وانت معدي تبقى عارف ان دي محطه اللوفر اللي فيها متحف اللوفر اللي فيها اثار من كل دول نماذج العالم، نماذج اثار مختلفه. طبعا ده مهم جدا انه بيخلي الناس يعمق عندها الشعور بالانتماء والولاء والحب والتقدير كمان للقائمين على الجهد الكبير ان هم يجملوا الاماكن. المبادره دي حصلت قبل كده كمان يا حاتم، وكان في مجموعه من الشباب متحمس قوي ان هم يلونوا سلالم كوبري 6 اكتوبر، والحته دي شفناها قدام 15 مايو قدام التلفزيون، الحته اللي نازله الكوبري حلوه جدا. بس للاسف الشديد كمان ما كانش فيه اهتمام بنظافه المكان فالالوان بهتت للاسف. بس فهنا لازم يكون في متابعه، طبعا لازم يبقى في متابعه ولازم يبقى في محافظه من المواطنين على المجهود الكبير اللي بيعملوه الشباب. احنا بنقول يعني الناس تتحرك، اهم شباب بيتحركوا بيعملوا اللي عندهم، بيقدموا فنهم وبيشاركوا المجتمع كله بتجميل الاماكن. احنا كمان مطلوب مننا ان احنا نحافظ على ده. انا عايز احيي برضو الناس اللي وافقت على الفكره. فاكره مروه البنت الصعيديه اللي كسبت السباق بتاع الماراثون وكده؟ كانت الفكره عبقريه ان هي دخلت قالت انا كنت بلاقيهم بيرمحوا، رحت رامحه معاهم. الفكره عبقريه اكتر ان المسؤول عن هذا الماراثون يعني قال لا اوكي خشي واستجاب لهذا الموضوع. لما بندي فرصه، لما بنخرج من حته الروتين او لا لازم مش عارف ايه وتبقي لابسه مش عارف ايه والحاجات دي كلها، ادوا فرصه يا جماعه للشباب. الافكار تحفه وشبابنا زي الفل وعنده فكر كويس جدا وبيتطلع الى المستقبل، ومع الخبره بتاعت الناس الكبيره اعتقد البالانس او التوازن اللي بين الخبره والافكار الجديده والابداع هيوصل الى ابداع اكتر، فبالتالي هنقدر نستفيد كبلد كمصر طبعا خصوصا الافكار الجديده. المشروع الصغنون بيبتدي فكره قد كده وبيكبر ويبقى حاجه كبيره جدا جدا جدا، حاجه عالميه حقيقي. لا الافكار كتيره وموجوده والشباب عنده مبادرات كتيره جدا هو ينفذها في الشارع المصري، والحمد لله دلوقتي بقينا نلاقي استجابات يعني جيده جدا من الساده المسؤولين. يعني فكره التلوين دي فكره، في ناس تانية بتفكر ان هي تنظف الشارع، مطلوب من الساده المواطنين ان هم يتعاونوا معاهم. انا مره كنت في رحله في سانت كاترين وكنا طالعين الجبل، فكان معانا الدليل واحنا ماشيين كان في ناس يعني كانت معديه او كده كانوا رامين ورق، الراجل وطى وشال الورق ولمه معايا، فبقول له انت بتعمل كده ليه؟ بيقول لي انا بحافظ على المكان لانه هو ده مورد رزقنا، لما الناس والسياح يجوا يطلعوا الجبل ويلاقوه مش نظيف هيقولوا علينا احنا ناس مش نظيفه، فبالتالي كل حد يقدر يعمل حاجه لازم يعملها حتى ولو كانت بسيطه جدا. يعني حضرتك ما ترميش حاجه في الشارع، حضرتك لو انت ماشي لقيت حاجه مرميه في الشارع وطي وشيلها مش عيب، بالعكس ده بيدي لك قيمه انت كبني ادم. أيوه. نفس الوقت كمان بيسهل على الساده المحترمين المسؤولين عن نظافه الشوارع. انا بشوف ناس كبيره جدا وعجوزه واقفه تكنس الشوارع والكباري، فيعني حضرتك ما تلوث لهمش المكان، خليك ايجابي ونظف معاهم بمساهمتك ان انت ما ترميش. وعلى فكره مش عيب حتى لو حضرتك لابس بدله ولقيت كلينكس واقع على الارض تنزل تجيبه، مفيش اي مشكله. على فكره انت قدوه للناس الثانيه، اي حد يلاقي حاجه يعملها. يا جماعه انا شفت صوره على الفيسبوك النهارده الصبح وانا جاي مكتوب عليها، يعني في سله قمامه مكتوب عليها تونس قريه نظيفه. معناها ايه؟ معناها ان عايزين يخلوا تونس قريه نظيفه او مدينه نظيفه، يعني اي حد يلاقي اي حاجه يحط فيها يعني القمامه او كده. فبالتالي الصور اللي بعدها اللي شفتها كان كل الناس عماله بتلم الحاجات الموجوده على الارض وبتحطها. عايزين نتبنى الفكره دي، عايزين طبعاً. ليه ما نخليش بلدنا نظيفه؟ محافظه القاهره تبنت الفكره وعاملين مبادره خليك زي ادم، اعتقد احنا استضفناهم هنا. أيوة. في البرنامج خليك زي ادم وما ترميش في الارض. ادم ده طفل صغير يعني لقوا ان هو متحمس وان هو بينظف المكان وكده، فعملوا مبادره. وحضرتك وانت ماشي في الشوارع او حضرتك طبعا هتلاقي مكتوب خليك ايجابي زي ادم وما تلوثش المكان. ناس قدوه كتيره جدا بنشوفها كل يوم في حياتنا، ومن الملاحظه بقى من الصور اللي انا بشوفها على الفيسبوك يا حاتم بلاقي انه محافظات القاهره المختلفه وخاصه البعيده نظيفه جدا. مصر. احنا طبعا المشكله عندنا في العاصمه ان العاصمه بيكون فيها ناس كتيره جدا، مش بس يعني اهالي القاهره، من كل محافظات الدنيا فيها طبعا زحام مروري كبير جدا، فيها ناس بتروح المصالح العامه، فممكن تكون نسبه التلوث او نسبه عدم نظافه الشوارع فيها اكبر. لكن انا شفت صوره للمنصوره من كام يوم
زي الفل. شفت صور لأسوان؟ مفيش احلى من كده. ايوه طبعا. وبعدين احنا عاملين بنقول في برنامجنا يا جماعه ابعتوا لنا صور، اتواصلوا معانا، اصور نفسك في اي مكان في مصر وبعت لنا. على احنا عملنا جروب تاني مخصوص لصور برنامج مصر جميله، في ناس كتير بتبعت لنا. والغريب في الموضوع ان المصريين اللي في الخارج يا عند هم اللي بيبعتوا لنا لما بيجوا مصر هنا يصوروا، فعندهم يعني زي فايل كبير عن صورهم في مصر، بيبعتوا لنا كتير جدا، منهم من ايطاليا ومن فرنسا ومن المانيا ومن النرويج ويمكن من امريكا وكندا. فالدنيا حلوه، ابعتوا لنا الصور دي عشان نبين جمال بلدنا. احنا التلفزيون بتاع الشعب المصري، عايزين نبين جمال بلدنا. احنا بنشوف بره وبنشوف جوه وبنشوف في كل حته، فدي فرصه الحمد لله عن طريق الفيسبوك والسوشيال ميديا وبرنامجنا ان احنا نعرض اهم الصور وجمال بلدنا قد ايه بلدنا حلو. ننتقل مع حضراتكم لفقراتنا النهارده في مصر جميله، والحقيقه عندنا فقرتين جميل جدا. الفقره الاولى بنتكلم على تطوير منطقه راس سدر، واعتقد ان هي من المناطق الواعده واللي ليها مستقبل كبير في السياحه ان شاء الله. هنعرف تفاصيل اكتر من خلال لقائنا مع دكتور مجدي علام، مستشير وزير البيئه السابق، ودي هتكون الفقره الثانيه النهارده مع حضراتكم في مصر جميله. الفقره الاولى بقى خلونا نروح لقوافل التنوير في المسرح بين ايديك، بالمدارس والجامعات، وهيكون ضيفنا الكريم استاذ اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح. هنفهم منه ايه الموضوع بيمشي ازاي، وايه اهميه المسرح، وايه اهميه الفن بشكل عام كقوه ناعمه للوصول لشبابنا واطفالنا، وفي نفس الوقت نحارب بيه الارهاب. الارهاب يعني مش قوة أمنية بس اللي بتحاربه، لا ده القوة الناعمة والفن والثقافة والتربية والدين وحط بقى مليون خط وخط. فدي هتكون فقرتنا الأولى، هنبتدي على طول بإذن الله بعد الفاصل بأولى فقرتنا. خليكم معانا.